المرضى حديث كتير ونقاش كتير حوالين أسئلة المرضى اللي بتوصل لنا عن الاختيارات ما بين القساطر والجراحات لعلاج أمراض القلب. هل هناك منافسة بين القسطرة والجراحة لعلاج مريض القلب، خصوصا في حالات زي الشرايين التاجية ومشاكل الصمامات والعيوب الخلقية؟ الحقيقة إن العلم في العالم كله الآن به يعني خطط واضحة للعلاج وما يسمى مسارات إكلينيكية. يعني إيه؟ يعني الجمعيات الكبيرة المسؤولة عن الطب في كل تخصص حطت للمرضى نظام معين من ساعة ما المريض بيخش المستشفى، مين اللي المفروض يشوفه ويعمل له إيه وفي أي وقت، وبعد كده يتنقل لأنهي مرحلة. كل الكلام ده ما بقاش مجرد اجتهاد بيختلف من طبيب لآخر أو من مستشفى لآخر، ولكن له طريق معين علمي معروف ومكتوب، والمفروض ان جودة الخدمة الصحية بتتوقف على تنفيذ خطة العلاج اللي المفروض ان هي معروفة مسبقا. وفي خطة العلاج دي بقى معروف ان التشخيصات دي علاجها بيكون بهذه الطريقة. العلاج انواع زي ما اتفقنا، في حاجة اسمها علاج دوائي، الناس اللي هي بتتعالج بالادوية، في علاج تداخلي، الناس اللي مع الادوية بتتعمل لها قساطر او اجراءات تداخلية اخرى، مناظير وغيره، وفي علاج جراحي اللي هو بيكون بالعمليات الجراحية. مفيش تنافس بين العلاجات دي، العلاجات دي مكملة لبعضها، وكل مرض له بوضوح علاج معين هو اللي بيصلح لهذا. عشان كده دايما بيبقى فيه نقاشات بين الأطباء وبين حتى المحامين، ليه المريض ده اتعملت له العملية دي؟ هل كان ممكن يتعالج بالأدوية ولا لا؟ وليه المريض ده اتعملت له القسطرة دي؟ وليه تركبت له الدعامات دي؟ وليه ثلاثة ولا أربعة؟ وليه مش واحد ولا اتنين؟ في مجتمع لسه بيبني خدماته الصحية وبيحط قواعد تقديم الخدمة الصحية وبيحط قواعد جودة الخدمة الصحية وبيحط قواعد المحاسبة، وعندنا يعني سوشيال ميديا نشطة جدا جدا، الناس بتعبر عن رأيها فيها بحرية وأكثر من الحرية. لسه ما فيش واضح مين المفروض بيعمل إيه، الاتهامات شغالة، وأي طبيب بيتهم إن هو عمل حاجة قد تكون المريض مش غير مقتنع لأنه ما يعرفش ولأنه مش واثق إن في طريق معين موجود، والطريق المعين ده معترف بيه وكل الناس مجتمعة عليه، وهو كمان مثقف من ناحية وجود هذا الطريق، فهو عارف حقوقه وعارف واجباته. برضو بننسى ان المريض عليه واجبات، واجبات في الصراحة في التحدث مع الطبيب. كثير من المرضى بيخبوا علينا حاجات، اهمها بعض الاحيان الشباب بيخبوا قدام اهاليهم، مثلا بعضهم بيخبي ان هو بيدخن، تناول المخدرات في احيان كثيرة، مرضى بنكتشف في التحاليل ان هم بيتناولوا المخدرات وهم مخبيين تماما على اطبائهم، وده بيعرضهم لخطر كبير جدا جدا، لان دي ليها تأثير على القلب، وأدوية القلب بتتفاعل تفاعلات كبيرة مع هذه الأدوية أو المواد المخدرة. يعني المريض عليه واجب حتى قبل ما يبتدي العلاج، حتى عشان يكون التشخيص صحيح، بعد كده عليه واجب كبير جدا جدا في العلاج، التزام بإرشادات الطبيب، ممنوع التدخين، يعني ممنوع التدخين، ممنوع تداول الدهون، ممنوع تداول الأغذية المقلية ولا يعني أنواع كثيرة من الأغذية اللي ممكن تكون مضرة للمريض. ما نقولش لا ده كلام دكاترة وبعد كده نستغرب من بيحصل لنا مشاكل. الأدوية، الالتزام بالأدوية، نفس أنواع الأدوية اللي بيكتبها الطبيب، حتى يكون الطبيب مسؤولا عن نتائج العلاج. ما ينفعش أروح لحد تاني وأقول له ده الدكتور كتب لي كذا فيقول لك هدي له كذا بداله، وبعد كده يقول لا ده أنا ما خفتش، ويقول الدكتور هو السبب. اتخاذ الأدوية دي في المواعيد الصحيحة بالكميات الصحيحة بالكيفية والتكرار المظبوط، واهم شيء المتابعه. عندنا مشكله كبيره في الثقافه الصحيه في مصر، موضوع المتابعه ده مش موجود خالص. اي طفل في دوله من الدول المتقدمه بيبقى عارف من هو صغير ان لازم يشوفه الطبيب حتى لو هو مش عيان، كل 6 شهور تقريبا، والمده دي بتقل في سنين العمر المتوسطه، تبقى مره في السنه وترجع تزيد ثاني بعد سن 40 الى 6 شهور، وبعض الناس بتحتاج مدد متقاربه عن كده في حاله وجود امراض مزمنه زي السكر والضغط والغير. فكل دي بنسميها واجبات المريض، كل ده مش موجود عندنا. علينا ان احنا نتناقش، علينا ان احنا نتكلم اكتر، علينا ان احنا نتفق كمجتمع على شكل الخدمه الصحيه اللي طالبينها، وازاي هنتعاون جميعا حتى نصل بالخدمه الصحيه الى المقدار المطلوب من اجل حياه وصحه افضل للمواطنين.